السلام عليكم متابعي دراما سبورت يوم رياضي حافل بدأ بمباراة هيرمنشتات وسيبسي نادي هيرمنشتات اللي بيلعب فيه اياز عثمان وللأسف تعرض هالنادي للخسارة بنتيجة 2-1 قدام نادي سيبسي بالدوري الروماني صار وضع نادي هيرمنشتات اللي بيلعب فيه اياز عثمان سيء جدا ممكن يهبط من الدرجة الممتازة بالدوري الروماني أو من الدرجة الأولى بالدوري الروماني إلى الدرجة الثانية بينما نادي سيبسي يعني من الأندية القوية الأندية اللي متواجدة دائما بين الأربعة الكبار بالسنوات الأخيرة الشيء اللي بتمناه يستمر نادي هيرمانشتات بالدوري وضعية النادي غير جيدة بالنسبة لأياز عثمان بالنسبة للاعب منتخبنا فبنتمنى إذا هبط النادي للدرجة الثانية أكيد أياز مانو السبب لأن هو وصل للنادي وكان وضع النادي مأساوي لكن بنتمنى أما بقاء النادي واستمرار أياز مع الفريق أو إذا هبط الفريق فبنتمنى الرحيل وبشكل عام أياز عثمان كإعارة موجود بالنادي يعني العقد ما مستمر لي عدة أعوام وإذا بدك تسألني ليش صوتي حزين يا شباب لأني حاليا عم تابع المباراة وعم شوف نادي AC ميلان مسجل هدف على روما لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يا بونيسكا لا حول ولا قوة إلا بالله يعني بصراحة يا شباب انت عم بتتابع مباراة بوتوشاني وبنفس الوقت عم بتتابع على الشاشة الثانية روما يعني انتهت تقريبا مباراة بوتوشاني وبدأت روما وانت يعني خايف وايدك على قلبك ميلان مسيطر على المباراة بشكل كامل ما بدنا نحكي عن مباراة اس ميلان وروما لكن لا حول ولا قوة الا بالله لا حول كل حال يا شباب انسوا مباراه سي ميلان وروما لا حدا يكتب لي بالتعليقات ان شاء الله الشوط الثاني بنعوض ان شاء الله يا رب يا رب الشوط الثاني اخ اخ مباراه بوتوشاني وستيوا بوغاريست انتهت بفوز ستيوا بوغاريست بنتيجه 2-0 بطبيعه الحال يا شباب ستيوا بوغاريست فريق يعني بتشوف اللعيبه يعني موجودين على ارض الملعب بتعرف انه لاعب جيد، بتعرف انه لاعب عنده الامكانيات، يعني بصراحه بتمنى انه محمود المواس اذا لعب بشي نادي بالدوري الروماني فان شاء الله يلعب مع ستيوا بوغارست فريق عنده امكانيات، فريق بيعرف يلعب من تحت والانتقال من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه رائعه جدا وكان فريق اوروبي عم يعني يلعب. بطبيعه الحال يا شباب بالمقارنه مع نادي بوتوشاني بتشوف فوارق اللاعبين بتحس بفوارق اللاعبين رغم انتهاء الشوط الاول بنتيجه 0-0 لكن فريق نادي فريق ستيوا بوغارست كان اميز من ناحيه يعني الاستحواذ من ناحيه الكنترول التكنيك بتحس لعيبه بوتوشاني بالمقارنه مع لعيبه ستيوا بوغارست تكنيكيا كانوا سيئين جدا حتى محمود المواس ما ظهر وظهور محمود المواس كان خجول مع حميدو كيتا مع اغلب لعيبه بوتوشاني حتى اونجندا اللي كان دائما يعول عليه بخط الوسط بالفتره الاخيره الاخير عم نحكي اليوم كان غائب وغياب اونجندا بصراحه كان مؤثر جدا لهالسبب انا شايف بان خط وسط نادي بوتوشاني اليوم كان سيء ما كان عم بيعرف يتحول بشكل سريع يعني انت ما عم تستفيد من سرعه المواس ما عم تستفيد من سرعه حميدو كيتا اللعب البطيء 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 والاعتماد على الكرات الثابته ما بتنفع مع ستيوا بوغارست اللي ممكن يسجل باي لحظه هدف وتخلص المباراه لان صعب جدا فريق بوتوشاني يسجل على ستيوا بوغارست بالدفاع الموجود والدفاع المنظم وطريقه لعب وابو غرست الجميله، فريق بيستحق يكون بالصداره بصراحه. عن شو كنت بدي احكي يا شباب؟ والله ما بعرف انا المباراه مباراه اسمي ميلان وروما مسيطره افكاري ما فيني احكي عن عن عنوان الفيديو اللي حابب احكي عنه عن المدرب مدرب بوتوشاني اللي اللي بصراحه انا مستغرب من حركه عم بيعملها عده مباريات لكن بهاي المباراه انا تفاجات انه عملها كمان. يعني في شيء ما عم بفهمه بمدرب بوتوشاني، في رساله انا ما شفته بصراحه باي مدرب بالعالم بالعالم ما شفته كل مباراه بيلعب فيها نادي بوتوشاني لاحظوا معي ركزوا معي باول عشر دقائق بيعمل تبديل اللاعب ما هو مصاب ولا اي شيء المباراه صفر صفر المباراه يعني ممكن احيانا تشوف انك متاخر باول دقيقتين واحد صفر تعمل تبديل باول عشر دقائق بفهم بس انت اسا ما بدات المباراه بتعمل تبديل اول عشر دقائق وهاي انا ما بحكي لك فقط على مباراة ستيو بوغرست راجع معي كل مباريات نادي بوتوشاني من بداية الدوري الى الان انا بالبداية بصراحة توقعت بان ممكن تأخر بنتيجة واحد صفر باول ثلاث اربع دقايق عمل هالتبديل غير من منظومة وطريقة اللعب لكن بعدها شفت ان هاي عادة حركة عم بيعملها مدرب بوتوشاني هاي الحركة ما شفتها باي مدرب بين كل مباراه اذا بيلعب فيها نادي بوتوشاني راح تشوف باول عشر دقائق عم بيعمل تبديل يعني امر غريب امر مستغرب وخصوصا هذا التبديل دائما بيكون بلاعب الجناح لاعب جناح اليمين او لاعب المهاجم يعني عدا عن محمود المواس وحميد كيتا في لاعب اخر دائما بيتبدل وهون هذا السؤال هذا التبديل دائما عم بيأثر بصراحة على فريق آه بوتوشاني من الناحية الهجومية فأنا ما أفهم يعني هل يا ترى حميد كيتا ومحمود المواس محضرين قبل المباراة بأن أول عشر دقائق راح يتغير اللاعب اللي عم بيلعب معه لأن هذا الشيء صار خلص عادة لاحظوا معي حتى بالمباريات الجاية إذا ما صارت المباراة الجاية فأكيد ممكن غير هذا القانون لأن أنا استغربت حتى بمباراة ستيو بوغارس مباراة كبيرة كيف هالمدرب يعني شو ها شو هالفكر اللي اللي عم بيشتغل فيه؟ كيف اللعيبه المهاجمين يعني انت ببدايه في خطه، في خطه ببدايه المباراه كيف راح تلعب بالحاله الدفاعيه، بالحاله الهجوميه، يعني بصراحة استحى فونيسكا كمدرب روما يعمل هالشيء. على العموم يا شباب انتهى الشوط الأول بمباراة اس ميلان وروما كمان واحد 0 لا سي ميلان، جمهور اس ميلان اللي عم يتابعنا ان شاء الله حنعوض احنا كروما بالشوط الثاني. يعني لما بتشوف بيدرو، لما بتشوف باستوري، بتشوف كل هاللعيبة احتياط وفريق فريق يعني عم بيلعب على أرضه وما عم بيعرف يسجل هدف وما عم بيعرف ينظم يشتغل بالملعب، فونيسكا بدنا نخسر قدام شختار الاوكراني اكره فريق عندي اياه باوكرانيا هو شختاره واذا خسرنا ف راح اعتزل تشجيع روما بصير بشجع نادي نابولي نرجع للحديث عن مباراة بوتوشاني ولا تنسوا يا شباب مباريات بوتوشاني دائما عم بيتم بثها على الفيسبوك على صفحة دراما سبورت على الفيسبوك وعم بنشارك البث من صفحة الاستاذ دانيال الحسن والاستاذ داني الحسن عنده قناة على اليوتيوب باسم سبورت فار قناة سبورت فار كمان يعني عم بيعرضوا وعم بيحكي عن مباريات الدوري الكويتي الدوري البحريني الدوري الاماراتي فعم بيلحق على هالدوريات لذلك يا شباب اذا شفتوا باني انا ما عم بحكي عن الدوري الكويتي والدوري البحريني والدوري الاماراتي فيكم تتابعوا قناة سبورت فار وتشوفوا النتائج وتشوفوا الاهداف وتشوفوا المباريات الرابط موجود بالوصف تابعوا الاستاذ داني الحسن من عظام الرابط على العموم يا شباب ما راح طول بهذا الفيديو يعني دائما توقيت الفيديو مع مباراة روما الأمر صعب جدا على كل حال نادي بوتشاني بمركز جيد بمركز مانو مخيف بمركز يعني مؤهل على البلاي اوف على الدور الإقصائي ست أندية بيتأهلوا على البلاي اوف فالوضع جيد وضع نادي بوتشاني جيد بالمقارنة مع لما جاء محمود المواس للنادي لذلك ما ما في اي خطر على نادي بوتوشاني بقدر ما في خطر على نادي هيرمانشتات اللي بيلعب فيه اياز عثمان بصراحه وضع هيرمانشتات سيء جدا بوتوشاني بالنهايه كمان عم بيلعب مع نادي قوي مع نادي متصدر مع نادي عريق بالدوري الروماني على العموم اليوم بصراحه ما شفت اداء جيد من محمود المواس أه ما فينا نحمل اللاعب لوحده المسؤولية لكن الفريق ككل بوتوشاني اليوم ما قدم أي شيء خصوصا بخط الوسط ما كان في ربط بخط الوسط ما كان حدا عم يوصل الكرة بشكل جيد بشكل سريع لمحمود المواس وحميدو كيتا حتى حميدو كيتا ما لازم نظلمه اليوم مع رغم انه في انانية شوي لكن ما لازم نظلمه الزلمة ما كان عم تجي طابات وما كان عم تجي كرات بالشكل الجيد فكيف لازم يشتغلوا كيف لازم يلعبوا على العموم بتمنى يعجبكم الفيديو تكونوا بصحه وخير وسلامه وادعونا لنا روما يتعادل او يفوز مع احترامي لكل الجمهور السيميلان